نشوف أن التحالف الدولي يقوم بشكل المظبوط في شمال وشرق سوريا، لأنه منطقة شمال وشرق سوريا وسوريا على الأخص أنه من 2011 عم تعرض لحروب وانتهاكات من قبل الدواعش، من قبل الاحتلال التركي. الاحتلال التركي اقتطع كثير من الأراضي السورية وضمها إلى تركيا، حجر كثير من الأهالي، كثير من الأطفال قتلت بهذه المرحلة. الدواعش انه نشوف بالاوان الاخير انه داعش تفاقم كثير بسوريا، انه هذا داعش انه كانت بيئات خارجيه، انه داعش وجده في سوريا بيئات خارجيه، انه التحالف الدولي ليس لمحاربه داعش، لانه التحالف الدولي هو من وضع داعش في اراضي سوريا. انه نرجع انه للتاريخ، انه نرجع للتاريخ، انه نشوف انه الاطماع الدول الاوروبيه بسوريا موجوده، مو بس بسوريا، بالوطن العربي بشكل كامل، انه من الحرب العالميه الاولى والثانيه، انه تقسيم الوطن العربي الى دويلات صغيره، انه جهان تشتيت اليد العربيه، تشتيت الوطن العربي، تشتيت الوطن العربي الى دويلات صغيره مشان يحقق مصالح الدول الكبرى بهذه الدول، انه كل دوله على حده مشان تحقق مصالحها. وكذلك انه التحالف الدولي له مصالح، له مصالح بايران، له مصالح بالعراق، له مصالح بسوريا، انه عمل هاي الفتنه، وانه وضع داعش في منطقه شمال وشرق سوريا وبسوريا على الاخص لتحقيق مصالحه. انه سوريا، انه نشوف جغرافيه سوريا، انه تحدها العراق والايران، انه سوريا تتوسط هاي الدول، انه بنفس الوقت انه هاي الدول لها مصالح، لها مصالح في العراق، ولها مصالح بإيران، ولها مصالح بسوريا، أنه وضعت داعش لتحقيق مصالحها لتوقل أكثر في هذه الأراضي. أنه نشوف أنه مثلاً أنه بسجن غويران، أنه هذا تخطيط من التحالف الدولي، أنه صار العصيان والهروب من السجن، أنه التحالف الدولي بالبداية ما تدخل، أنه كان هو بده أنه التحالف الدولي أنه تصير هالشي مشان يظل تكون له إيد بالمنطقة. ما حتى أنه قديش صار الدواعش موجودين بسجن غويران، ما عملوا أي محاكمة مشان يخرجوا أو مشان قضاء على الإرهاب، بالعكس أنه عم يحاولوا أنه يظلوا موجودين الإرهاب عندنا، مشان دائما تكون لهم يد موجودة عندنا في منطقة سوريا. أحداث غويران أنه التحالف الدولي ما تدخل بأول نهار أنه صار العصيان، حتى مشان تزداد العصيان، تزداد من حدة الموضوع، بعدين إجا تدخل التحالف الدولي. بالعكس أنه كان بده أنه يدمر المنطقة بشكل كامل مشان يهجر هالسكان الموجود مشان يسوي أزمة عندنا أكثر، مشان هالشيء أنه إحنا عم نشوف. وبنفس الوقت أنه وقت خلص سجن غويران وقدرت قواتنا أنه تحمي هاي المنطقة، على الساحة الثانية أنه التحالف الدولي سمح للاعتداءات التركية على مناطقنا، أنه شفنا بأكثر من مكان أنه صار قصف تركي، انه اكثر من مناطق في سوريا، انه انضربت اكثر من منطقه في سوريا بنفس الوقت. هذا انه يدل على تواطؤ التحالف الدولي مع الدول المعاديه. السلم مو من مصلحه الدول الاوروبيه، انه السلم وين ما كان ما يحقق مصالح الدول الاوروبيه. الدول الاوروبيه تستفاد من الحرب، تستفاد من الحرب من اكثر نقاط، مثل اقتصاديا، انه اكثر شيء تستفاد منها اقتصاديا من هاي الحروب الموجوده عندنا. اول شيء انه احنا كمنطقه العراق، منطقه سوريا، انه مناطق نفطيه، مناطق ثروات باطنيه انه تستفاد منها، نفس الوقت انه اراضي زراعيه خصبه تستفاد منها، وبنفس الوقت انه الدول الاوروبيه، نعرف انه كنا انه الدول الاوروبيه هي المصنع للاسلحه، انه تستفاد من هالشيء، انه مشان تصريف اسلحتها، انه مشان وقت تكون في حروب هذا الشيء يحقق مصالح الدول الاوروبيه، مشان هيك انه ما بدها انه يصير عم السلام ولا عم الامن. لهيك نشوف دائما انه قد ما نكون قريبين، انه مشان نخلص من هالازمات يفتعلون شيء شغله مشان يخلونا دائما انه بازمه، دائما مشان يخلونا، مو بس انه سوريا،
انه الشرق الاوسط كامل انه مشان يضل لهم ايد بالشرق الاوسط بشكل عام. لو رجعنا كذلك الى وقت قوات سوريا الديمقراطيه، انه اثناء قوات سوريا الديمقراطيه تم تحرير الرقه من خلافه داعش وانتهاء من داعش في الرقه بشكل كامل، انه نشوف انه للمره الاولى سمحت قوات التحالف الدولي بفتح المجال الجوي الاحتلال التركي وقصف جبل قرشو. يعني هذا نشوفه، انه هذا نشوف بالمره الثانيه انه وقت انه زاد قوات سوريا الديمقراطيه تمكنها من السيطره على سجن قويران وتحرير الحسكه من الدواعش، انه نشوف نفس الوقت انه زاد انه بنفس الوقت انه التحالف الدولي سمح للاحتلال التركي هاي المره الثانيه انه فتح مجال جوي وقصف مناطق سوريا. هذا يدل انه تواطؤ التحالف الدولي مع الاحتلال التركي وبنفس الوقت لتحقيق مصالحه ووضع المنطقه دائما بشكل حرب، انه مشان ما تخرج منها، مشان دائما نحس حالنا انه احنا مو قادرين انه ننتهض، انه دائما انه في داعش وفي تركيا، انه يخلوا انه الشعب دائما يحسوا بالاحباط انه نشوف هذا الشيء عم يصير. ذكرنا هالشيء زاد انه سابقا انه التحالف الدولي مستفيد من داعش، وهو بالاصل انه تنظيم من قبل التحالف الدولي، انه الدواعش الموجودين في منطقه الشمال وشرق سوريا كله تنظيم دولي مشان الحصول على مصالحهم بالمنطقه. لو انه مو نشوف كان لو مو انه يستفادوا من داعش كان اقاموا محكمه دوليه للقضاء على الارهابيين وتخليص المنطقه من الارهابيين بشكل كامل، بس انه مستفادين من وجود داعش بالمنطقه مشان المنطقه تظل في تأزم وفي حروب. أكيد نحن نطالب أن تكون في محكمة دولية مشان تحاكم الدواعش ونخلص من الإرهاب الموجود. نرجو من الدول الأوروبية، من حقوق الإنسان، أنه يوقفوا على هالشيء، أنه يحاكموا داعش، أنه تصير محكمة دولية لمحاكمة داعش. لأنه قبل ما تنتهي اتفاقية لوزان، انه كنا نعرف انه اتفاقية لوزان 2023 والداعش موجود، هذا سيسبب كوارث، انه نشوف انه داعش راح يستمر معنا القرون وما نخلص من داعش، انه ما زال انه هالمصالح الاوروبية موجودة على اراضينا، راح يظل داعش موجود. اذا ما هم انه حطوا حد الوجود داعش يمكن احنا نقضي سنين واحنا عم نحارب الارهاب.